حضرتك قلت ان في سيناريوهات مهمة جدا في يعني افلام اتشهرت ودي كانت متاخدة منك، زي افلام ايه؟ بص حضرتك، انا كويس ان انا واقف على رجلي، بس الحمد لله قابلني كاتب كبير استاذ انور عبد الله، ابو الاستاذ سماح انور في صوت القاهرة سنة 2002. فلاني زعلان، كان مسروق مني حاجة مكسرة الدنيا. فقال لي بص يا ابني، لو ما سرقتش يبقى حاجتك وحشة، لازم انت تسرق. قلت له ازاي؟ ده ضنايل السرقه ده عول عمل. قال لي انا بقول لك انت هتجادل، هتجادل ليه؟ لو ما سرقتش فانا امنت بالحاجه دي. طول ما الواحد بيسرق، طول ما الواحد، والحمد لله بعد كده ظهرت موهبتي. ومش هنسى فيفا عبده، خلي بالك استاذة فيفا عبده برضه بيعلها سيناريو واول واحده مسكتني فلوس حلوه قوي، مش هنساها ابدا. فيفا عبده جميله قوي، استفادت مني في سيناريو وعطتني فلوس حلوه وفي الجنبيه. وبعد كده بقى الفيلم اللي سرق مني ابو علي، فيلم ابو علي، يعني الفيلم ده اصلا حقق بروباجندا جامده. ايوه يعني. ايوه طبعا، وبقول فيلم لحد دلوقتي. بس ما كفايه، رفعت قضيه على الشركه العربيه حوالي 4 سنين، وجابوا خبيري وقعدت في الشركه العربيه وقالوا هتاخد 2000 جنيه خدتهم وجيت. وبقول لي بلال فضل مسيرتك ايه؟ انت فين؟ انا هو عايش في مصر، انت فين؟ لان انا قلت حسب الله نعم الوكيل. فاكر يا بلال لما شتمتني الشركه العربيه وقلت لي اطلع بره؟ انا بقول لك انت فين وانا فين؟ الحمد لله انا في مصر اهو، وانت فين؟ ايه بقى دليل حضرتك ان الفيلم فعلا مسروق منك؟ دليل؟ يعني عندك النسخه الاصليه؟ لا، كنت مصنف. وبعدين اقول لك على حاجه، انا يعني حاجتي، انا هتبلى ليه؟ حاجته. وبعدين جابوا خبيري وجابوا القصة وجابوا السلام واثبت فعلا ان ده حق. وساعة مدام سعادة نص 2000 جنيه وعطتهم لي. يعني ده في الشركة العربية حصل. وبعدين 2000 جنيه كانت مبلغ برضه. فايام ابو علي كانت مبلغ، بس هو كان جايب حوالي، كانت نقلة. بس بقول لي بلال فضل الله يسامحك، الله يسامحك، وغيره وغيره ضمرني. وفي غيره وغيره، انا استلم مني 4 اعمال كلهم بروفيشنال. معلش مش بتقولوا محمد رمضان انت فين وهو فين؟ انا لو عملت دي طلعت باسمك كنت ضربت محمد رمضان، مع احترامي يعني محمد رمضان. بس محمد كانش يسير ليه؟ لان وشه اللي موجود، انا كنت بسير ان كان ورا قلمك اللي موجود، قلم اللي موجود. فانا بتمنى من ربنا، واقول له ربنا عوضني. لان الحمد لله دايما الضحكه، وفرحان بالاعمال دي، بقعد قدامها بشوف قلمي فيها، بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ما خاف حاجه من تحتي وناسبها لي.